كعروس في ليلة زفافها، تزينت دبي بأبهى حلة لاستقبال مهرجانها السنوي للتسوق في دورته الـ20، حيث تحولت شوارع المدينة إلى لوحات فنية تشع بالأضواء والألوان الزاهية والتصاميم الفنية الفريدة التي تبعث البهجة في نفوس الزوار والمقيمين. تميزت زينة هذا العام بأشكال مبدعة منثورة على أرصفة الطرق الرئيسية، من حقائب تسوق عملاقة وكرات مضاءة وقطعة ألماس وأحذية نسائية مبهرة. ما لا يعرفه الكثيرون عن زينة مهرجان دبي للتسوق هو أنها تشمل حوالي 1700 إضاءة متنوعة صديقة للبيئة، تستخدم المواد العضوية والقابلة لإعادة التدوير. وتتوزع في أرجاء المدينة أكثر من 8000 وحدة من الإضاءة ثلاثية الأبعاد تمثل ألوان المهرجان، كما تم استخدام 3200 علم لتزيين شوارعها. وشملت الزينة هياكل أخرى توحي إلى التسوق والاحتفال، مثل أكياس التسوق والعطور والمجوهرات والفساتين وأشكال هندسية تجسد معالم دبي الرئيسية، منها برج خليفة وبرج العرب وأبراج الإمارات، كما تحتوي على عناصر تمثل التراث الأصيل للدولة من خيول وجمال وغيرها. أما أكياس التسوق العملاقة فجاءت في 30 تصميماً وفقاً لأماكن توزيع. لعبت هذه الأكياس دوراً مهماً في استقطاب الزوار إلى المحلات للاستفادة بالخصومات الكبيرة التي تصل لغاية 75%، إضافة إلى الحصول على كوبونات تخولهم للفوز بالذهب والسيارات والملايين. السلام عليكم. بس بغيت أقول يعني المهرجانات أروع شيء اللي نتريها في السنة، وطبعاً الزينة والعروض شيء جميل جداً، يخلي الإنسان جداً مرتاح في المكان ويقضي وقت وايد سعيد. يعني الزينة اللي شفناها على الطريق، مثل الشوز اللي تشوفونها على الطريق، وكل سنة الزينة يعني تحلى وتحلى وتنور المكان أكثر، ما يخلينا يعني نفرح بالمهرجان أكثر. يعني No, I like the decoration. I like also the shop, the shopping, and I like super much Dubai. Yeah, I like also the decoration in the street compared last year, because I see some difference decoration, and I love it also. Most especially in the mall, I see more compared last year. Yeah, and I enjoy it, taking pictures with my friends, also some friends also with my. We like the shopping festival. We wait until the sales are on before we go shopping, and we like to go to the special events that are on as well. Tomorrow we're going to the kite festival, so we're looking forward to that and all the exciting things that are happening in the shopping festival during this month. In the shops, I've seen the signs, and it looks good. You can tell there's a sale on everywhere, so it's really good. وبعدما يسدل المهرجان ستائره وتنسحب أنواره، تحييه الذكريات الخالدة التي طبعت تاريخها في نفوس الزوار والمقيمين في انتظار عودته بعد عام بمفاجآت وجوائز أكبر كما عودهم دائماً.